افتتح وكيل محافظة عدن دكتور رشاد شاع ومعه مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد البيشي افتتح المستشفى العربي الحديث بمديرية المنصورة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الصوفي. افتتح وكيل محافظة عدن رشاد شاع ومعه مدير مكتب الصحة بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي اليوم بالعاصمة عدن المستشفى العربي الحديث بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن. وفي الافتتاح أكد الوكيل على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة في توفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحية، لافتا إلى ضرورة تكامل الجهود لتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين والتخفيف كذلك من معاناة المرضى. سعيد جدا اليوم أن أشارك في افتتاح هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة عدن، ممثل الأخ وزير الدولة محافظة عدن الأستاذ أحمد حمد نبلس. في الحقيقة أنا وزملاء الوكلاء من وزارة الصحة ومدير عام مديرية المنصورة ومدير عام مكتب الصحة وكذا الشيخ محمد علي المنصب ممثل الغرفة التجارية نعبر عن سرورنا الكبير لما شاهدناه من تجهيزات حديثة في هذا المستشفى تدل في أنه سيقدم خدمة طبية ستكون بإذن الله تعالى في متناول كثير من المواطنين في هذه المحافظة. من جانبه حث مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي حث إدارة المستشفى على مراعاة الظروف الصعبة للمجتمع والإسهام الفاعل في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للأسر الفقيرة والمحتاجة. ونتمنى على القائمين على هذا المستشفى الالتزام باللوائح والنظم المنظمة للعمل الطبي ومزاولة المهن وتراخيص فتح المستشفى والجودة. الجودة هي أولا وأخيرا هذه الأيام في أي عمل إنساني طبي خيري، ولهذا أنا سعيد وأشد على أيادي القائمين على هذا المستشفى بأن تكون لديهم الكوادر الطبية المؤهلة. الأجهزة لا تكفي ولكن العقول هي مكملة لذلك. هذا فيما أكد الدكتور عاتق سالم مدير المستشفى أن المستشفى يشمل مختلف الأقسام الطبية وبكادر على كفاءة علمية وعملية عالية، مؤكدا الحرص على تقديم خدمات طبية متميزة انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية. نفخر في المستشفى العربي الحديث بجهوزيته من ناحية التجهيزات الطبية، كونه يحتوي على أقسام تشخيصية وعلاجية فيما يخص مرضى القلب والمتمثل في القسطرة القلبية، والأشعة التشخيصية متمثل في الأشعة المقطعية، والقسم المناظير الهضمية. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين بمحافظة عدن وكذا مدراء عدد من المستشفيات بالمحافظة. محمد الصوفي، قناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.